لكن قلنا gastrulation يعني movement morphogenetic des blastomères. اوكي gastrulation movement morphogenetic. هلا بهالبارتي حنشوف les différents mouvements cellulaires de la gastrulation. شو هني لي موفمون مورفوجينيتيك يلي ادو لي وعملوا لي فورماسيون للفيي امبريونير ا بارتير دو بلاستودير. نتذكر منو البلاستودير، تذكروا لي نرجع شوي على السيجمنتاسيون ومنتذكر مين البلاستودير. فاذا شو هني لي موفمون مورفوجينيتيك يلي صاروا بالبلاستودير بالسلول دو بلاستودير حتى عملوا لي هالتروا فيي، هذا اللي حنشوفه هلا بالجاستريلاسيون. طيب انا عندي 6 موفمون مورفوجينيتيك اسانسييل بالجاستريلاسيون. عندي امبولي او كمان بسميها انفاجيناسيون، انفاجيناسيون يعني فايت لجوا. اوكي عندي ايبيبولي، عندي ايبيبولي او ريكوفرمون يعني عم بعمل اكسبانسيون للسلول، عم غطي ريكوفرمون. فاذا الابيبولي يعني ريكوفرمون تغطايه. عندي كمان انرولمون كيف بيدور بيلف. اوكي عندي الاميغراسيون او بسميها انغريسيون، اميغراسيون يعني عم بيهاجروا، يعني عم يتركوا محلهم وعم بيرجعوا يهاجروا لنقطه ثانيه. عندي كمان موفمون دو ديلاميناسيون، ديلاميناسيون يعني عم ينشقوا عن بعضهم، حنشوفها كيف. عندي كمان موفمون دو كونفرجونس وموفمون دو ديفرجونس. كونفرجونس يعني باتجاه الداخل باتجاه ان سنتر، وديفرجونس يعني عم ببعده. كونفرجونس يعني عم بقربوا على نقطة معينة، وديفرجونس يعني عم ببعدوا عن نقطة معينة. حنشوف هلا سي سيس موفمون. طيب خلونا نبلش بأول موفمون بدنا نحكي عنها بالموفمون دو لا غاستريلاسيون، هي الأمبولي أو شو عندها اسم تاني؟ انفاجيناسيون. اتفقنا انفاجيناسيون يعني يفوت لجوا. أوكي؟ عندنا هون هيدا الأمبريون دوران لا دوران الأمبولي. شو صار عندنا؟ عندي أنا مجموعة سلول اندفشوا تدريجيا لجوا بهالاتجاه. وقت اللي اندفشوا لجوا شو عطيوني؟ عملوا اندكسيون لشكله شو؟ بلاستوبور يلي هو الفتحة يلي هون، وكافيتي من جوا شو اسمها؟ الأركانتيرون. فإذا لامبولي شو هي؟ ديزيني ان موفمون دانسامبل دون ريجيون دو سيلول بلاستوديرميك. فإذا مجموعة بمنطقة معينة من السيلول بلاستوديرميك شو عملوا؟ كي سانفونس بروغريسيفمون اندفشوا تدريجيا لوين؟ à l'intérieur de l'embryon. طيب بعد ما اندفشوا، بعد ما خلصت هالامبولي هي، شو صار عندنا؟ qui induit la formation du blastopore يلي هو الاوفرتور، et de l'archanteron يلي هي شو؟ الكافيتي. هادي الموفمون دامبولي. طيب اتفقنا انه الامبولي هي الموفمون دانسامبل دون ريجيون، اتفقنا؟ دون ريجيون دي سيلول بلاستوديرميك هني اللي عملوا الانفونسمون. طيب اي منطقه؟ انا عندي دو ريجيون، عندي الاميسفير انيمال من جهه البول انيمال، والاميسفير فيجيتاتيف من جهه البول فيجيتاتيف. اجمالا سو سون لي سيلول دو ليميسفير فيجيتاتيف هني اللي بفوتوا لجوا كي سان فاجين بور فورمي الاركانتيرون. طيب هالاركانتيرون هذا شو حيعطيني بعدين؟ هو الفوتور توب ديجستيف. فإذا بداية تشكيل الفوتور توب ديجستيف بتصير وين؟ بالأمبولي. مين بداية ال... طيب اتفقنا إنه الأمبولي بتساعدنا بور فورمي كوا؟ بور فورمي الأركانتيرون والبلاستوبور. الأركانتيرون هلا، أوكي؟ هذا الأركانتيرون بشو محاوط؟ بشو محدد؟ مين الفيه يلي من جوا؟ الاندوديرم. فإذا الاركونتيرون اي ليميتي بار الاندوديرم. والاوريفيس دانفاجيناسيون شو سميته؟ بلاستوبور. اوكي؟ فإذا الاركونتيرون ليميتي بار الاندوديرم، والاوريفيس دانفاجيناسيون ايت ابلي كوا؟ بلاستوبور.
طيب كتير منيح. نحن هلا شو تشكل عنا بالأمبولي؟ الأركانتيرون. الأركانتيرون هلا بشو محاوط؟ نركز شوي على الصورة. هذا الأركانتيرون هون منو محاوط بالأندوديرم وبالإكتوديرم. أوكي، فإذا الأركانتيرون دوفيان أنتوري بار دو فيي، إكتوديرم إي أندوديرم، واتنيناتهم سيباري بار كوا؟ شو عندي هالكافيتي اللي هون بالنص؟ بار لو بلاستوسيل. الأمبولي، لو بروسيسوس دامبولي وين بنلاقيه؟ بأي بالغاستغولاسيون عند أي أنيمو؟ Ce processus s'observe dans la gastrulation de l'oursin et des amphibiens. Maintenant, on va étudier l'épibolie, deuxième mouvement morphogénétique de la gastrulation. Tafana épibolie, je suis un recouvrement. Tortaille, yani chi, ambirati chi. Taï. Alors, on choisit ici. On a une majmoua de khalaya, on a une majmoua de khalaya. عم تعمل بروليفيراسيون، عم تعمل ميتوز وتتكاثر. هي وعم تتكاثر شو عم تعمل؟ عم بتغطي مجموعة تانية، وبالتالي شو صار عندي؟ فإذا بروليفيري عم تعمل بروليفيراسيون اي ريكوفرير بروغريسيفمون دوتر بوبولاسيون. فإذا مجموعة عم تتكاثر وتغطي تدريجيا مجموعة تانية، وبالتالي النتيجة شو صارت؟ إنه المجموعة اللي تغطت وين صارت؟ صارت من جوا. Intériorisé. Faisant l'épibolie, mouvement lié au fait qu'une population cellulaire de la blastula est amenée à proliférer et à recouvrir progressivement d'autres populations cellulaires. Ou bien, les populations cellulaires, il y a les drapettes, vont se trouver au chou intériorisé. Il y a les sarous, لكن نحن هون عنا دو بوبولاسيون سيلولير، عنا بوبولاسيون سيلولير بتعمل بروليفيراسيون وبتعمل ريكوفرير لا دوزيام بوبولاسيون سيلولير. عندي لي ميكرومير اللي هن موجودين بالبول انيمال، فإذا لي ميكرومير دو بول انيمال بيعملوا سو بروليفير، فإذا سو ملتيبلي، وشو بيعملوا؟ ان سو ملتيبليان شو بيصير؟ ريكوفر بروغريسيفمون لي ماكرومير دو بول فيجيتاتيف. لكن انا عندي هون لي ميكرومير بيعملوا بروليفيراسيون اي ريكوفرمون لمين؟ للماكرومير دو بول فيجيتاتيف. لكن اتفقنا عندي اون بوبولاسيون تعمل بروليفيراسيون اي ريكوفرمون لا بوبولاسيون تانيه، وبالتالي فعندي بوبولاسيون حتكون انتيريوريزي، حتكون صارت من جوا، وبوبولاسيون من برا مغطايه البوبولاسيون اللي صارت من جوا. تمام؟ فاذا هذا وصلني شو؟ اتفقنا انه لي ميكرومير ريكوفر لي ماكرومير. فاذا مين صار من جوا؟ لي ماكرومير. وانا الفيي اللي من جوا شو بسميها؟ اندوديرم. فاذا انا هون شو صار عندي؟ لي ماكرومير شو صاروا؟ عندهم سيتياسيون انترن، صاروا اندوديرم. ولي ميكرومير عندهم شو؟ بوزيسيون كوا؟ اكسترن. شو صاروا؟ اكتودير. تمام؟ هلا لي ميكرومير عم يتجهوا باتجاه البلاستوبور، اوكي؟ بنلاحظ كيف؟ باتجاه الداخل، باتجاه البلاستوبور. يعني هالموفمون شو؟ كونفيرجونس ولا ديفيرجونس؟ طالما باتجاه جوا يعني كونفيرجونس. فإذا لي ميكرومير كونفيرج، بنشوف اتجاه الفلاش، لي ميكرومير كونفيرج او نيفو دو بلاستوبور. بالتالي le blastopore sera entouré par les micromères. اوكي، فاذا هني متجهين لي ميكرومير باتجاه البلاستوبور، فاذا البلاستوبور بشو صار محاوط؟ بار لي ميكرومير. والاركانتيرون بشو محاوط من جوا؟ بار لي ماكرومير. فاذا le blastopore sera entouré par les micromères والاركانتيرون بشو محاوط هالاركانتيرون؟ بار لي ماكرومير. وين بنلاقي سو تيب دو موفمون؟ سو تيب دو موفمون ا ليو شي لي زانفيبيان اي لي زيكينودير. هلا بدنا نشوف لي موفمون دانغولمون. من كلمة انغولمون نفهم انه هالموفمون هي في شي عم بيلف ويفوت لجوا، اوكي؟ فإذا شايفين هون بنلاحظ عندي انا هون البلاستوبور، فإذا لي سيلول
يلي عم بيفوتوا من ناحية البلاستوبور لجوا شو عم يعملوا؟ se dirige vers le blastopore ou عم يعملوا enroulement, عم بيلفوا. فإذا une région du blastoderme se déplace en profondeur et change de direction. enroulement يعني عم بيلف ويغير اتجاهه. كم اتجاه هيك بهذا الاتجاه هلا غير اتجاهه بعد ما عمل enroulement. طيب تمام. les cellules qui bordent le pôle végétatif شو حيعملوا؟ vont se diriger vers le blastopore, فإذا حيتجهوا vers le blastopore وبعدين حيلفوا حوالي اللافغ دو بلاستوبور. فإذا les cellules contournent les lèvres du blastopore et passent en profondeur pour se répartir à l'intérieur de l'embryon. لكن حيتجهوا نحو البلاستوبور يلفوا حوالي اللافغ دو بلاستوبور ويفوتوا ينتشروا à l'intérieur. يتوزعوا à l'intérieur. Les mouvements d'enroulement, ok, bien, induction la formation de mésoblastes. Faisant, bihafzo atishkil el mésoblastes. Faisant, les mouvements d'enroulement induisent la formation de mésoblastes ou embotsir chez les amphibiens. Faisant, ce mouvement a lieu chez les amphibiens. Maintenant, on va parler de l'immigration. immigration ou ingression. immigration يعني هجرة. هنشوف عنا هلا انه عندي سلول موجودين بالبلاستوديرم. دي سلول انديفيدويال حيتركوا البلاستوديرم ويفوتوا لوين؟ على البلاستوسيل. فإذا شو عندي؟ ديتاشمون انديفيدويال دي سلول ابارتير دون كوش تركوا هالبلاستوديرم وشو عملوا بعدين؟ اي لور ميغراسيون على الانتيريور دو بلاستوسيل. فإذاً عملت شو؟ immigration la cellule. Ce mouvement s'observe chez les oursins. هلا بدنا نشوف la délamination. تحكينا قبل بسرعة إنه délamination يعني séparation. شوفوا شو عندي أنا هون. عندي هالبلاستوديرم. أوكي. هالبلاستوديرم عمل division cellulaire. أوكي. وعطاني deux couches parallèles. عطاني شو؟ دو كوش باراليل، واحدة من جوا وواحدة من برا. فإذا شو كأني عملت؟ عملت سيباراسيون للبلاستوديرم. فإذا لا ديلاميناسيون كوريسبون على سيباراسيون دون كوش سيلولير ان دو كوش باراليل انتر ال. اون كوش انترن صارت الاندوديرم، اي اون كوش اكسترن يلي هي صارت الاكتوديرم. سو تيب دو موفمون بشوفها عند مين؟ عند الكنيدير. لكن اتفقنا انه سو تيب دو موفمون هالسيباراسيون بشوفها عند الكنيدير بس كمان وين ممكن نشوفها؟ سوبسيرف ايجالمون شي لي زوازو وبتعطيني ايبيبلاست كوش سوبيريور و ايبوبلاست كوش انفيريور. وقت اللي بناخد الوازو بنصير بنفهم اكثر الايبيبلاست شو حيعطينا والايبوبلاست شو حيعطينا. هلا حنشوف لي موفمون دو كونفيرجونس اي ديفيرجونس. فإذا كونفيرجونس يعني عم بيتجهوا لجوا. دي موفمون دو كونفيرجونس لي سيلول سو ديبلاس فير لا ريجيون اكسيال دو لامبريون. ان بارتيكولي وقت اللي نحكي عن الموفمون فير لو بلاستوبور. نتذكر وقت اللي حكينا على الانغولمون قلنا لي سيلول دو لا ريجيون دو du pôle végétatif se déplace vers le blastopore. فإذن لوين اتجهوا؟ باتجاه البلاستوبور. هني وصلوا على البلاستوبور بعدين عملوا انغولمون. بس هني وماشيين باتجاه البلاستوبور شو عم يعملوا اي موفمون؟ كونفيرجنس. هلا الموفمون دو ديفيرجنس شو عندي؟ ديفيرجنس على عكس الكونفيرجنس. كونفيرجنس كانوا عم يتجهوا باتجاه الزون اكسيال. وقت الاكزامبل اللي اعطيناه باتجاه البلاستوبور. هلا لي سيلول بعد ما وصلوا على الزون اكسيال حيتجهوا بالاتجاه المعاكس يلي مشيوا بالكونفرجنس. فاذا حيبعدوا عن الزون اكسيال. لي سيلول اتينيون لا زون اكسيال مي ان سونس اوبوزي. شفتوا اتجاه معاكس دو بريسيدون يلي بنقصد فيه الكونفرجنس. واذا بدنا نحكي اذا بدنا نعمل عكس دو تان بتبلش عندي كونفرجنس بعدين ديفرجنس. لكن بيتجهوا باتجاه السنتر بار كونفرجنس
وببعده عن الزون اكسيال بار ديفيرجنس.